طبعا احب اشكر كل نجوم منتخب مصر ونجوم النادي الاهلي على الكلام الجميل ده وعلى السبورت بتاعهم ليا. بشكركم بجد فعلا من كل قلبي. ان شاء الله كنا عند حسن ظنكم، وان شاء الله هتبقى خطوه كويسه بالنسبه لي وخطوه لكل اللاعبين الموجودين في مصر، ان شاء الله يحترفوا في احسن الانديه. بتمنى لهم كل ده من كل قلبي. طبعا بخص بالذكر نبتدي من الهاندبول، دكتور محمد شوقي هو فعلا كان في تحدي كبير قوي في الاولمبياد على موضوع الهير ستايل والكلام ده كله، بس الحمد لله طبعا انا كسبت، مفيش كلام في الموضوع ده. بس طبعا دكتور شوقي طبعا يعني مش عارف عليه ايه ولا ايه، دكتور يعني مجتهد جدا، دكتور شاطر يعني لما الواحد بصراحة يعني بيبقى مزنوق في حاجة بيوصل بيرجع له، وما شاء الله عليه في كل حاجة يعني بيمشي مع اللعيبة كويس جدا. طبعا أحب أتكلم إسلام حسن. إسلام حسن يعني شهادتي مبروحة، هو كل اللعيبة. إسلام حسن من أحسن الناس اللي أنا لعبت معاهم في الملعب، يعني كانت من أفضل فترات حياتي وأنا معايا في النادي الأهلي في المنتخب. وإن شاء الله هرجع ألعب معاه تاني إن شاء الله. كريم هنداوي يعني بوزيتيف إنرجي بالنسبة لي ودايماً في ظهري، أخويا يعني في كل حاجة بره الملعب وجوه الملعب. لو كان تعليم من دلوقتي لحد الصبح يعني مش عارف أقول إيه ولا إيه عليه، وربنا يكرمه إن شاء الله في مستقبله، ودايماً كبير ودايماً متألق دايماً معانا. ريال مصر صخرة الدفاع لا غنى عنها، راجل بتلاقيه في المواقف الصعبة دايما موجود، بيبقى عامل كبير جدا لينا كمنتخب، عامل لنا يعني شكل كبير في الدفاع، وفي ناس كتير قوي ممكن ما تشوفش ده، الناس اللي بعيدة شوية عن الهاندبول ما تشوفش ده، بس الناس اللي قريبة الهاندبول من غيره الموضوع بيبقى صعب جدا. ريال مصر بادئ معاه من 2008 مع بعضينا. بصراحة أتمنى لكم التوفيق طبعا، وإن شاء الله ربنا معانا ودايما كده متألق كالعادة. محمد إبراهيم عامل طبعا خبرة كبير بتاعنا، يعني محمد إبراهيم يعني من أحسن الناس اللي أنا لعبت معاها في حياتي فعلا في الدايرة. راجل يعني موهبة كبيرة جدا، عنده رؤية كبيرة جدا، من أوائل الناس اللي أنا شفتها عندها رؤية في الملعب بتخليك تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي وبتدور ازاي جوه الملعب. بصراحه كبير في الخبره وكبير في مقاومه كل حاجه. اتمنى لكم التوفيق طبعا ان شاء الله. طبعا احمد الاحمر طبعا يعني الاسطوره بتاعنا، الموهبه بتاعتنا، احمد الاحمر لا غنى عنه طبعا في اي حاجه. احمد الاحمر لعيب كبير، شخصيه يعني ما يعرفوش يتمنى ان هو يعرفه. ان شاء الله نحاول معاه ان هو يرجع في كلامه ان شاء الله. احمد محمد لا غنى عنه معانا في المنتخب كلاعب وكاخ كبير وككل حاجه، وفعلا قائد وكابتن المنتخب لا غنى عنه ده من وجهه نظري. طبعا موهبه في الهاندبول يعني طبعا من احسن الناس اللي جت في تاريخ اللعبه نفسها. طبعا شرف كبير لان انا لعبت معاه وان انا لسه هلعب معاه ان شاء الله كمان. وطبعا بشكر مروه عيد على الكلام الجميل ومشرفانا في فرنسا ودايما متالقه كده في فرنسا، ويعني عامله اسم كبير للاعبات المصريه الموجوده في الخارج. ان شاء الله اتمنى لها كل التوفيق. نصر عيد لعيبه مجتهده، يعني نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي، مجتهدة وفعلا مثال حي للرياضة عامة النسائية، مثال حي إن هي عندها فعلا تحدي كبير دايما في كل حاجة ودايما رافعة راسها كده إن شاء الله نصرة. طبعا كابتن سيد لاشين أسطورة تنس الطاولة، أسطورتنا كلنا ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، فعلا أسطورة. بشكرك جدا على الكلام الجميل ده، وان شاء الله كده عند حسن ظنك ان شاء الله وعند حسن ظنكم كلكم، واتمنى لك كل التوفيق يا رب في حياتك وفي اللعب وفي كل حاجه. طبعا كابتن نهى سامح كابتن فريق النادي الاهلي، بتمنى لها كل التوفيق
مشرفانا وفريق البولي في النادي الاهلي، فريق كبير دايما على المحافل، على المحافل البطولات كلها افريقيه ومحليه. ربنا معاكم ان شاء الله، وشكرا جدا على الكلام الجميل ده. طبعا كابتن عبد الله سليم يعني لا غنى عنه، طبعا اسطوره يعني الواحد بيحب يتفرج عليه. يعني انا في البولي ما بتفرجش كتير بس بحب اتفرج عليه. راجل احترف في ايطاليا ومن اقوى الانديه في العالم ومن اقوى الدوريات في العالم. راجل مشرفنا، بشكرك جدا والله على الكلام الجميل ده، وان شاء الله اكون عند حسن همك ان شاء الله. طبعا ايهاب امين نجم النادي الاهلي في السله وفي منتخب مصر، احب اشكرك ويعني شكرا جدا على الكلام الجميل ده، وان شاء الله اشوفك قريب واتمنى كل التوفيق ان شاء الله. طبعا علي خلف الله نجم منتخب مصر في السباحه، اتمنى لك كل التوفيق. انا عارف ان انت تعبت كتير وعلى طول هتتمرن وبتجتهد، اتمنى لك ان توصل لهدفك. وشرف ان دايما في امريكا كده ومتابعك. ان شاء الله نشوفك كده في اولمبياد باريس بتكسر الدنيا، وان شاء الله تشرفنا كلنا. طبعا كابتن هاني حبيبي ومدربي، ويعني كان شرف ان انا العب معاه واتدرب معاه، شهدت فيه مجروحه. كابتن هاني انا بعتبر ان هو كابتن هاني ماشي على طريق ان هو ان شاء الله يبقى من احسن المدربين اللي جت في تاريخ العرب كله وتاريخ افريقيا. راجل مجتهد، راجل عارف هو بيعمل ايه كويس وماشي بخطوات صح. اتمنى لك كل التوفيق مع نادي الشرقه، وان شاء الله تكسب كل البطولات معاهم. هو نادي الشرقه يعني نادي كبير، دايما هدفه الاول في كل بطوله. بتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله هيعملوا حاجه دايما زي ما بيعملوها ويكملوا الانجازات للاخر ان شاء الله. احب اشكر قناه النادي الاهلي والكابتن العوضي على الحلقه الجميله اللي اتعملت مع علي زين قبل سفر البرشلونه الاسباني ان شاء الله. واخص بالذكر كل العاملين بالقناه والمعدين واحمد وعلي وكل العاملين في القناه. يعني لو احنا جينا نشوف طريق علي زين، سيبك من ان انا شفت مجروحه لان ابني يعني، ولكن علي زين 23 سنه هندبول في النادي من اول ما بدا عنده 7 سنين، يعني بدا 97 لغايه دلوقتي 2021 2020 يعني 2021. 23 سنه هندبول كلهم فيهم حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. من الحاجات الايجابيه ان هو تحدى كذا مره الاصابه الظروف، وقدر الحمد لله انه يتخطاها بنجاح ويقدر يرجع اقوى من الاول. دي الحاجات الايجابيه. الحاجات السلبيه طبعا انت عارف لما بيجي في مشروع بطل بتلاقي وجهات نظر بقى. يعني على سبيل المثال انا مره، انا طبعا بحكم ان انا العاب قوه وعارف يعني ممكن اول لاعب ده ينفع في ايه بالذات، يعني انت عارف ان العاب قوه ام الالعاب فيها الاقوى والاسرع والاعلى فدايما اللي لعب على القوه وبقي فيها المستوى الدولي يقدر يفرز، يعني يقدر يقول لك اللاعب ده ينفع في اي لعبه. فانا كنت مؤمن جدا بقدرات علي زين من الاول، وكنت ماشي وراه يعني ان هو يقدر يحقق حاجه بالهاندبول، وكنت احيانا بمرر بنفسي يعني، لان على سبيل المثال انا علي زين يمكن خلى، معلش للاسف يعني انا اقول كلمه خارجه، يمكن خلى يعني نص مدربين طلعوا ما عندهمش وجهه نظر، يعني رغم ان هم يعني بينتموا للهاندبول. ليه؟ انا مره سالت احد المدربين وعلي زين كان عنده 16 سنه، فبقول له تفتكر يا كابتن مين هيكمل هاندبول في الفريق ده؟ انا عارف الناشئين يعني في سن الناشئين. سمالي 10 لعيبه يكملوا منتخب، قال لي فريق اول ما فيهوش علي زين. قلت له ازاي يا كابتن؟ قال لي لا يعني ما يكملش الهاندبول، رغم ان هو يعني يعتبر من المدربين المصنفين في الهاندبول يعني. قلت له ازاي الكلام ده؟ قال لي مع الاسف الشديد لو احنا يعني خدنا الكلام ده وسكتنا، لا انا خدته ومرنته بنفسي وقدرت ان انا اكسب التحدي، ولما اتشكل المنتخب بتاع 90 قعد سنه ونص وانا بحاول واقول يا اخوانا خدوا الولد ده المنتخب ده لاعب كويس هيبقى ليه شأن، ما حدش سمعني. لغايه بالصدفه البحته قبل السفر للبحر المتوسط اصيب اللاعب الباك ليفت الاساسي بتاع منتخب 90 اللي كان الاولمبي، ف
وهم كان بيدوروا على باك ليفت بديل يقدر يسافر معاهم في خلال اسبوع يعمل بسبور وبطاقه البحر المتوسط اللي كان في منتجرو في اسبوع. ف من حسن الصدف انه كان رئيس لجنه الفرق القوميه انه بيختار اللعيبه اللي هو رئيس لجنه الفرق القوميه يعني انه كان الدكتور محمد الامين اللي هو حاليا ماسك الاتحاد المصري لكره اليد اتعرض عليه اسمين والتاريخ بتاعهم بناء على تقرير من مدرب المنتخب كابتن عماد فاختار علي زين. سافر علي زين من هنا طبعا كابتن عماد لسه ما اتجمعش معاه يعني يمكن اسبوع سافر الحمد لله اخذ هداف البطوله في بحر المتوسط منتجرو ولعب اساسي. اما طبعا الخناقه بعد كده بقى انه ده ازاي يلعب اساسي مطرح ناس معينه والحمد لله قدر يثبت وجوده. وبعدين البطوله الثانيه كان في مصر خد احسن لاعب في بحر المتوسط وقدر يغلب كل الفرق ويدخل على النهائي ومع الاسف الشديد برضه اتغلبنا بالبلينات في اخر ماتش وخدنا الثاني بحر المتوسط بس هو خد احسن لاعب. وبدات رحله علي زين مع النادي الاهلي بقى انه احسن لاعب في الشباب تاسيس النادي الاهلي في كره اليد علي زين والحمد لله كل الفرق اللي لعب لها علي زين ثبت نفسه وقدر يصنع الفارق وانا متاكد ان شاء الله في برشلونه ان شاء الله يصنع الفارق ويقدر يروح لابعد مدى وبالتوفيق لعلي زين في برشلونه ان شاء الله وانا بتمنى له كل خير.